تم كانت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية باب الواد من تفكيك عصابة أحياء متكونة من 6 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائيا مختصة في الاعتداء على المواطنين وبث الرعب في نفوسهم باستعمال أسلحة بيضاء محظورة. العملية تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مكنت من ضبط وحجز 17 سلاح أبيض محظور من مختلف الأصناف والأحجام، 189 قرص للمؤطرات العقلية، منبه بواخر سينيال، مبلغ مالي قدره 30,850,000 سنتيم جزائري، 6 هواتف نقالة. بعد استكمال الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية المشاركة والانخراط في عصابة الأحياء، تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة، سرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء محظورة، حيازة المؤثرات العقلية لغرض المتاجرة والترويج، حمل أسلحة بيضاء ظاهرة دون مبرر شرعي من الصف 6 والرابع، زرع الرعب في نفوس المواطنين.